السلام عليكم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، خوتي خواتاتي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم عند شهيوات الدار مره ثانيه. اهلا وسهلا بكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وبسلامه وبتيسير وبهنا. كيف دايرين الوليدات؟ كيف دايرين الميمات وكل شيء؟ كل شيء تنتمنى لكم الصحه والسلامه، والله يحفظكم، والله يحفظكم اخوتي، الله يحفظكم من هذا الوباء، الله يحفظكم يا ربي، ويحفظ وليداتكم ونجيهم ان شاء الله يا ربي، دخول المدرسة ان شاء الله يحفظ وليداتنا وليداتكم. بسم الله على بركة الله. اليوم شهوات الدار الصراحة جات دير معكم غير واحد الفيديو غير عادي مهم. داكشي اللي درت اليوم الغدا غادي نديرو معكم، بغيت نشارك معكم واحد العصير، عصير كيجي منعش وزوين. جوج عواصر صراحة غنقدم لكم، جوج عصير كيجي منعش. وبالنسبة للناس اللي كيطلع عليهم الضغط، راه هاد العصير غزال اليوم، اللي كيطلع عليه الضغط يشرب هاد العصير وتفكر شهيوات الدار. غادي نبداو بأول عصير، غادي نديرو عصير ديال الخيار، العصير ديال الخيار والحامض. يعني الخيار فوائده كثيرة 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 كثيرة، ما كتحدش فوائد الخيار. زوين لمالين الريجيم، زوين زوين زوين، وزوين حتى لمالين الضغط. بالنسبه ليا انا الزوج ديالي كيطلع لي الضغط كندير ليه الخيار، المهم كينزل ليه بعدا كينقص عليا شويه من هبالو، الحمد لله والشكر لله. غادي نعطيكم هذا العصير ديال الخيار والحامض، يعني فني، الا شربتوه كنتو طالع لكم الدم ينزل لكم الدم. فالمهم هذا ضحكه ديال شهيوات الدار. المهم راه كينزل طاسيو، معروف الخيار انه زوين، وزوين حتى لمالين الريجيم. هنايا كغندير لكم واحد العصير الاول هي الحامض والخيار، وغنجيب واحد العصير اخر يعني حتى هو بالحامض. انا مشيت للسوق ولقيت هذا الحامض صغير والصراحه عجبني وبغيت ندير منه عصير، ما بغيتش نديرو مرقد، غادي نديرو عصير نشاركو معكم. غندير معكم الحامض وسكنجبير، يعني سكنجبير الخضر، سكنجبير اللي كتلقاوه هكا خضر عند مالين، المهم كتلقاوه في السوق هكا كنجيبو طري طري سكنجبير. عندي شويه ديال الاسميتها لقامه الفلويه، هذه لقامه الفلويه راه معروفه الفلويه، هذه كنهزو منها شويه. هذا العصير بوحدو، عندنا عصير ديال الخيار والحامض بوحدو، السكر على حساب الذوق. انا ما حطيتش السكر الصراحه، انا عدو السكر ما حطيتوش، خليو نتوما حسب لي، حيت الحامض راه كيكون حامض خصو شويه ديال السكر باش حيت ديك الحموضه ما كيستحملوهاش الدراري الصغار، وحنا الكبار الا بغينا نشربوه مسوس ممكن نشربوه مسوس، ماشي مشكل. كيف قلت لكم غادي نبداو دابا بواحد العصير، وجيت عندكم بواحد الوصفه صراحه، جيت عندكم بواحد الوصفه انا اصلا كنجربها، انا كنجربها بالنسبه للناس اللي كضرهم المعده. انا غير جيت بغيت نوريكم هذه الوصفه، وانتم حسب كاينه عندكم موجوده ديروها، عجبتكم ديروها، ما عجبتكمش، المهم انا نفعتني بعدا، انا نفعتني اخوتي. هي انا اسميتو اوراق ديال الحنه، وراقة الحنة، الله يحن علينا جميعا يا ربي، ويحن على أمة سيدنا محمد جميعا، ويحن على الجميع جميع. وراقة الحنة ها هما كيف كتشوف، يعني وراقة الحنة خضراء دقة وبطلة للمعدة، المعدة إلا كانت تضرك كانتش كتهضم ليك المعدة، وكنت كانت المعدة كتضرك، هاد وراقة الحنة راه جربتهم أنايا، ويعني كانت تضرني المعدة، ما تصوروش اش دايرة ليا المعدة، بحال شي جمره دايره ليا المعده. ويا خوتي نفعتني صراحه، نفعتني وما كرهتش اني نتقاسمها معكم. هاد ورقه الحنه صراحه واحد السيده عندها واحد الشجره ديال ورقه الحنه قريبه ليا شويه، جارتي وكديرها، وهاد الوصفه عجبتني صراحه لاني جربتها في راسي انا. كتشدو هاد ورقه الحنه هادو ها هما خضرين، كتخبو عليهم الماء طيب، كتشلوهم مزيان ولا غسلوهم بالماء بارد مزيان، عرفتوا هادشي اللي كيكون نبات خصهم يتغسلو. كتشدي شويه بحال هكا على تيدك، كديريه في شي كاس وكتخوي عليه الماء طيب، كتخوي عليه الماء طيب وكتخليه حتى يتلق ليك شويه، من بعد كتصفي داك الماء وكتشربيه. يعني ورقه الحنه ماشي مضرين، ما عندهم ما يديروا، انا ما داروا ليا والو ونفعوني في معدتي، يعني دقه بطله، ماشي داك الدواء اللي كديرو كيبقى سيدو، لان كتبرد ليك هذاك الحريق ما كيبقاش عندك،
مهم انا هاد الوصفه غير عطيتها لكم ديالتي انا، شاركتها مع خوتي وشاركتها مع حبابي اللي كيدخلوا عندي. بالنسبه لي الا كاين شي ناس عندهم شي مرض ديال المعده غير قليل، ما مشاو عند طبيب وما قدا لهم، جربوا هاد الوصفه هادي. وراك تلحنا ها هما كيف كتشوفوا، هما وراك تلحنا دابا هادو خضرين، نتوما تقدروا الا ما لقيتوهاش خضره تقدروا تجيبوا وراك تلحنا غير اللي كيكونوا في عند العطار، وكتغسلوهم مزيان وكتخوي عليهم الماء الطايب، يعني نفس النتيجه. ولكن هادو كيكونوا خضرين الصراحه، ما كيدوزش عليهم لا غبره لا والو، باقي طريين هكا. ها شفتهم انا صراحه عندي، جبتهم من عندك السيده عندها شجره ديال الحنه. فنتمنى انها تعجبكم هاد الوصفه، وسمحوا لي غنطول هذا الفيديو واخا هو ما فيه والو، ولكن انا غادي نطولو. المهم انا غنبدا دروكا، واليوم غديوتي غندير فيها انا غير الحوت، غديوتي غندير فيها الحوت. ها كيف كتشوفوا، مشيت جبت شويه ديال سميتو بعدا، والله الا تلف عليا الصراحه السميه ديالو، الشرن جبت شويه الشرن. ها هو كيف كتشوفوا غسلته، ما حيدش ليه الجلده لحقاش ديك الجلده كتحمي على النقله، كاين اللي كيحيد ليه الجلده وكاين اللي ما كيحيدش ليه. انا عبد المرات كنحيد ليه الجلده، عبد المرات ما كنحيدي. جبت شويه السر ديال هنا، جبت شويه ديال مخلط هذا الشيء. المهم انا غندير هنا غير شويه ديال الحامض، ها نتوما غندير غير شويه الحامض، نجيب بعدا واحد الحامضه عاد نبداو بالعصير. شي العصير في كاس كبير، غادي نديرو شويه الحامض لان الزوج ديالي ما كيبغيش ليا العطريه بزاف في الحوت، غنديرو فيه شويه الحامض. ها نتوما حيتو راه بالموز، غندير فيه شويه الهريسه. يا سلام واش باقي عندي الهريسه، المهم غنديرو فيه شويه ديال غير شويه من الحاجه، شويه الحار الهريسه شوميه، يعني شوميه غير باش يعطيه المذاق. ما غاديش نديرو فيه لا ثوم لا والو، راه ما غنديروش فيه الثوم، غنديرو نقدروا نديرو شويه البزيره، نجيبو شويه البزيره شويه نديرو شويه البزار، وكنشارك معكم داكشي اللي كنديرو في دارنا، ما كاينش شي حاجه كثيره. ها نتوما غادي نبقى نديرها غير بحال هكا باش تدخل له دوك العطريه، الملحه درتها الملحه صافي، غنخليه يترقد بحال هكا. نتوما شوف ما كثيرش فيه العطريه، لان عندي انا الزوج ما بغاش ليا ديري فيه الثومه، قال لي ما ديريش ليا الثومه بزاف، وصافي غنخليه بحال هكا يترقد ليا. صوبت سلطه صوبتهم ودرتهم في الثلاجه، سلطه ديال البصله ومطيشه وشويه الفلفله، درتها في الثلاجه كنخرج نوريها لكم. وهذا الشيء اللي كاين دابا غادي نبداو بالعصير. غيجينا الفيديو، غادي نجيبو تعيبني خالك ولدي كيعيبني. غادي نشدو الحامض كيف كتشوفوا هنا الحامض، ها الحامض بقشورو، ها نتوما شفتو، ها نتوما شوف كنحطو في الكاس، كنقسمو الحامضة على جوج، كنخلي وحده بقشورها، كنبقاو كنلوحو في الكاس. ها نتوما كان مهم، حنا كان غادي معاكم غادي نديرو الحامض في الكاس، حنا كنقردو بوك شتونا، نقسمو بحال هكا وكنلوحو في الكاس. دابا هاد العصير كله غادي نصفيو، ملي تحلينا غادي نصفيو في الصفايه باش يجينا خاطر. المهم درت هنا غندير ماشي ربعه الحامضه تقريبا بالقشور ديالو، حيت ما عرفناش الافاده فين كاينه، واش الافاده كاينه في القشور ولا كاينه في الحامض الداخل. فواخا يجيك غير دير ليه السكر وراه غادي يجيك زوين وديد، يعني غنحاز هادشي. دابا باش غنبداو دوكا غادي نبداو بهذا العصير ديال سكنجبير وليقام. ها نتوما اللي غادي ندير طريف ديال سكنجبير، ها هما جوج طريفات صغيور، غنديروا شويه ديال ليقامه تقريبا هكا اللي هزات لك يديك صافي، وغنجمعوا المباقي نخليوه مره اخرى، نجمعوا المباقي ونخليوه مره اخرى ان شاء الله. الا بقى لينا العمر ان شاء الله نعاودوا نديروا عصير به.
المهم فاش خصنا نكون حنا مقتاصين شويه، غادي نجيبوا الميها، الميها بارده هانتوما، وغادي نخويها على كلشي، وغادي نتي هادشي الخلاط لحقاش الماكينه يعني قديمه، غادي نديروا كلشي في الخلاط باش نرجعوا نديروا العصير الاخر. غادي نطحنوا هاد العصير، نجيبوا لينا اشنو غنجيبوا نطحنوا. غادي نطفيو التليفون لحقاش صوت الخلاط. احنا رجعنا معاكم بعد ما طحنا هاد العصير، طحنا هاد العصير وهانتوما شوفوا كيف داير، يعني زوين يعني كيحمق هاد العصير ديال السكنجبير والحامض والقامه، يعني القامه باش كنديروا الشاي، يعني زوين عصير صحي صحي صحي، ما فيه شي حاجه فيه الحامض كيف كتشوفوا، ودرنا فيه القام ودرنا فيه سكنجبير طري، درت فيه ثلاثه المعالق ديال السكر، نتوما السكر على حسب الذوق ديالكم، على حسب الذوق ديالكم، كتحبوه حلو ممكن ديروه نتوما حلو نتوما، ولا حلوه بالعسل الا عندكم العسل ممكن. شوفوا هذا العصير كيف دايرها، يعني فن، شوفوا غير اللون، شوفوا غير اللون، يعني المذاق ديك الريحه ديال السكنجبير، ريحه القامه، يعني غزال 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 غزال، ما شهيتو لحبابي وما شهيتو لكم، عصير غزال وفن. دابا غنرجعو باش نصاوبو العصير الثاني، نحطو هادشي غنديو الثلاجه يبرد، وغادي نرجعو باش نصاوبو واحد العصير ثاني، هو عصير الخيار والحامض، هذا فيه غير الخيار والحامض. هاد الحامض العصير ديال الحامض صفيناه صراحه، صفيتو في الصفايه، صفيتو في الصفايه مزيان، وانتم الا بغيتو تصفيو كثر راه ممكن، انا صفيتو غير في الكسكاس وبحال هكا كيجي، راه فن فن، عرفتي ما شهيتو لكم اخوتي، والله ما شهيتو لكم، الا زعما كون تصاوبوه دروك نوضو صاوبوه غادي تشوفوا هاد العصير كيفاش داير، راه فن. فقط ثلاثه الحامضات ولا اربعه مع اترو ديال الماء. دابا انا هاد غنصاوب ديال الخيار، غنجيب الماكينه، غنجيب الماكينه وضفت فيها الخيار، ها هي حدايا الماكينه، ها انتم كتشوفوا الماكينه حدايا، يعني سمحوا لي على صوت الماكينه، ما عنديش شي ماكينه زوينه، قلت الله يجيب التيسير ونشري ماكينه يا ربي تقاد الاوضاع. غندير الخيار وتا هو غنطحنيه بالماء صافي، غنزيد الماء وغنزيد الحامض، تقريبا داكشي اللي صفيت من ما لحتوش، داكشي اللي صفيت من الحامض ما لحتوش، خليته غنطحن فيه هذا سميتو. ممكن تضيفوا حتى الليمون، ممكن تضيفوا الليمون، ولكن دابا عجبني انا الحامض، الحامض زوين مع الخيار مع سميتو، حتى قلت لكم كيف قلت لكم صحاب الضغط، راه زوين ليهم هذا الحامض، صحاب الضغط راه زوين ليهم هذا الحامض. غادي نقطع واحد ثلاثه الحامضات بالقشور ديالها، هنا قلت لكم ما عرفناش الافاده فين كاينه، واش في القشور ولا في الحامض، المهم انكم تغسلوه، غسلوه مزيان، لانني غسلته حتى انا بشويه جابيل، غسلته مزيان، المهم راه نتوما عيالات عارفين شنو كاين، الناس كلهم كيعرفوا دابا لقيتها شنو في الخضر، غسلوه مزيان وصافي، نطحن كلشي ونقدمو لكم ان شاء الله تشوفوه كيف جا. هذا كيجي شويه اللون ديالو خضر لان كتشوفوا، انا دابا ضفت كيف شفتو نتوما جوج ديال ثلاثه ديال الخيارات، وغادي نطحن كلشي وصافي. اليوم غندير الحوت كيف شفتو معايا في الاول نتاع لا فيديو، درنا الحوت غادي نتي نقليه في المقله، هذا غندير فيه دقيق الفورص وغادي نقليه صافي، هذا هو ها هو العصير ديالنا، غادي نخليه ها هو، غنطحنوا العصير ها نتوما، غادي نطحن هذا العصير نزيد فيه الماء، غادي نرجع معكم كي نجيب الماء بارد ونرجع. بسم الله، غنضيف الماء في الخلاط تقريبا يترو ديال الماء، يترو ديال الماء، وهاد العصير ديال الخيار ممكن تصفيه الا بغيتو تصفيه، ما بغيتوش تصفيه راه كتخليوه هكا وصافي. غادي نطفي التليفون ان شاء الله، ملي يوجدوا لي هاد الاطباق كيف قلت لكم
نوريهم لكم كيف جاو وشكرا لكم. غادي نطحنوا الخيار ونضيفوا فيه شويه ديال السكر. درنا حتى الخيار مع الحامض، هادشي اللي كاين. ها انتما كيف كتشوفوا معانا هنا داك السمك اللي شاركنا معكم، هو هذا اللي كنقليوه.